لسه شربت شاي بوقت متأخر، مو متوقت متأخر، لازم هسه أنام. سؤال هواي ينعاد، والله ما أعرف، يعني أنت تشتكون من صوتي أو صوتي يشتكي من صوتي؟ جرب على صوتي بالله. تيست تيست، هلاو، ما حلو، ما ارتاح. ولا واحد من أهلي إلى دخل بالوسط الفني، ولا عن قرايب أي فنان أو أحد. أي أكيد صديقي وزميلي وأخوي ودعنا نتواصل. أقدر أتفهم وضعك، أني آسفة لألمك. سلامتك. جوجة أعرفها من زمان، بس يعني عرفتها أكثر وصلنا صديقات، وبحزة واحد بصراحة. يعني لقيت روحي بذاك الستوري متزحلقة، استعدلت روحي، تجربة حلوة يعني، واستمتعت بها كلش. حلوة ومو مطروقة. لا أنا مو بتفنن. ليه يا حبيبي؟ بس شوي بس أحبها. حلو. أني كنت طالبة بمعهد الفنون الجميلة خاص بالبنات، سمعت إنه أكو كاستينج في يوم من الأيام. كاستينج يعني اختبار، فشاركت بي بهذا الاختبار وتم اختياري، وافقوا علي وشاركت. وبالنسبة لكل الممثلين، حتى أولاد الممثلين واللي أهلهم ممثلين أيضا بنفس الطريقة مثله، وهم يعني دخلوا اختبارات وشاركوا بهواي اختبارات وشاركوا بأعمال، سواء بمعهد الفنون الجميلة أو بكلية الفنون الجميلة. يعني أبدا لا تتخيلون، يعني هذا شيء ضحك، لا تتخيلون إنه ابن الممثل جايبه وقال تعال أنت مثل، يعني أنت ابني، أبدا إطلاقا. بس هم يمكن يعني جاوا بعوائل فنية فحبوا التمثيل، وبالفطرة ورثوا موهبة التمثيل. كنت أريد أصير مقدمة برامج، وفكرت إنه بما إنه أقدر أدخل مجال التمثيل، أسهل علي إنه أدخل مجال التمثيل، إنه ما أدخل مجال التمثيل من عنده راح أدخل على إعلام. بس حبيت التمثيل كلش وبقيت بي. لا لحد الآن ما حد حكى بموضوع الجزء الثاني اللي واحد زائد واحد. تعرفنا بعمل مسرحية اسمها عزيزة، كان هو طالب معهد فنون وأنا همين طالبة معهد فنون بال2014. حتى كيف الستوري 15 ثانية دوبلحق أقول المعلومة دي، ما أدري ليش صيف أكيد. لا حبيت المنطقة اللي تفكر بيها. أوكي، مرة سجنة وفلاح، ليش ليه يسوي مشاتل؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول واسألوا أهل الذكر. أنا مو من أهل الذكر، شلون تسألون ممثل أو إعلامي أو أي واحد ما عنده اختصاص هيك أسئلة؟ متعة الغباوة. الشمس متشمسة. فزت. لا أحب التمن، ما حبي المنقع. رشعت واحد حلو يتمشى جنبي، وبوجه كل الحلا دخيلك يا ربي. صفحة سبعة صعبة. ستال الشمري صحيح، أنا يعني إن شاء الله الثاني أحلى منه.